التابلت اللي معايا ده هو تابلت بيحارب غلاء الاسعار. خلينا اقول ازاي. مبدئيا التابلت ده هو هواوي ميت باد 2022، وطبعا زي ما احنا عارفين ان الدولار غلي والدنيا يعني بتغلى عموما، حتى قبل ما الدولار يغلى الدنيا كانت بتغلى عموما. فالتابلت ده انا شايفه بالنسبة لامكانياته وسعره في الغلاء اللي احنا فيه ده ممتاز جدا جدا. مبدئيا كده اول حاجة انا لاحظتها في التابلت ان البيلد كواليتي بتاعته حلو قوي، هو مصنوع من البلاستيك، الفريم من البلاستيك والظهر من البلاستيك، ولكن ما تحسوش بيطقطق او ما تحسوش حاجة، لا البلاستيك حلو جدا لدرجة ان انا كنت اعتقدت ان الفريم ده من المعدن بس طلع من البلاستيك. ما علينا، البيلد كواليتي بتاعته حلوه جدا وماسك في بعضه كده. تاني حاجه مميزه جدا في التابلت ده وهي الشاشه بتاعته، الشاشه بتاعته بحجم 10.4 بوصه وكمان بتيجي بدقه 2K. واهم حاجه عندي بالنسبه للتابلتس وكده وهي الحواف بتاعه الشاشه، عندنا هنا حواف صغيره جدا جدا بالنسبه للتابلت، بيتقارن بالميت باد برو بتاع هواوي وقرب منه جدا في الشكل بتاعه. فلما تمسك التابلت ده مش هتحس خالص ان هو ب 5000 جنيه تماما، يعني التابلت نازل تقريبا 5600 5700 جنيه في الحدود دي، فمش هتعرف تماما ان التابلت ده بالسعر ده. الشاشه هنا من نوع اي بي اس وبتردد 60 هرتز، كنت اتمنى ان هي تبقى بتردد 90 هرتز، بس الناس عاملين لي شاشه بدقه 2K والحواف بتاعتها رفيعه جدا، وفي الاستخدام الطبيعي ما لقيتش فيها اي مشاكل خالص، بل بالعكس ان انا فرجه مشاهده الافلام او المسلسلات على التابلت ده كانت حلوه جدا جدا بفضل الاربع سماعات اللي جايين في التابلت ده ومن نوع هارمن كاردن. الحاجات دي مش بنشوفها تماما في تابلت فئه متوسطه او اللي هو تابلت ب 5000 جنيه تماما، شاشه حوافها صغيره بدقه 2K، اربع سماعات من نوع هارمن كاردن، والصوت اللي في التابلت ده ممتاز جدا جدا، عندنا سماعتين يمين وسماعتين شمال صوتهم تحفه. فانا بحب دايما استخدم التابلتس عموما في مشاهده الافلام او المسلسلات او فيديوهات يوتيوب او ايا كان، مشاهده المحتوى بشكل عام، والتابلت ده حقق لي الغرض ده بشكل حلو جدا جدا بفضل الشاشه زي ما قلنا وبفضل كمان السماعات بتاعته. كمان التابلت ده بيدعم القلم، يعني القلم ده اسمه ام بنسل من هواوي، قلم حلو جدا، وده جينيريشن 2 او الجيل الثاني من الاقلام الام بنسل دي، ولكن للاسف طبعا عشان هو تابلت فئه متوسطه شويه وفئه اقتصاديه، القلم مش بيشحن من التابلت نفسه، لا القلم جاي معاه شاحن خارجي زي ما انتم شايفين دلوقتي، شاحن ده يو اس بي سي بتحطه في التابلت وبتشحن منه القلم طبعا وايرلس. والحقيقه خليني اقول ان القلم ده من افضل الاقلام اللي انا جربتها من هواوي عموما، يعني نفس تجربة القلم بالظبط في الميت باد برو بتاع هواوي اللي هو غالي جدا، او الفلاج شيب بتاع التابلتس بتاعت هواوي، نفس التجربة هنا بالظبط، مفيش ديلي مفيش لاج، طبعا مش اسرع قلم في الدنيا ولكن القلم حلو جدا جدا زي ما انتم شايفين. تقدر طبعا عشان هو تابلت 10 بوصة او 10.5 بوصة تقدر ان انت ترسم عليه، تقدر ان انت تعمل حاجات كتيرة جدا جدا بالقلم، تكتب خواطر، تعمل اي حاجة بالقلم، حاجة كويسة جدا. طبعا التابلت ده مش بيجي مع القلم، القلم ده بيتباع لوحده. حاجة كمان اللي بتتباع لوحدها وبيدعمها التابلت ده وهي الكيبورد، عندنا دلوقتي الكيبورد زي ما انتم شايفين، الكيبورد برضو ليها بطارية خاصة وبتشحنها من خلال اليو اس بي سي برضو اللي في الكيبورد نفسها، وليها زرار كده صغير اون واف، ولكن لما تيجي تعمل لها كونكت على طول هتتوصل بشكل سريع جدا جدا بالتابلت، والكيبورد حلوة جدا جدا. طيب لو عايز تشتري القلم والكيبورد مع التابلت، التابلت هيكون سعره تقريبا 7500 جنيه، يعني القلم والكيبورد لوحدهم تقريبا ب 2000 جنيه، وده اعتقد رقم كويس جدا لو انت عايز تحول التابلت ده لحاجه برودكشن او لحاجه لشغلك. جيب القلم، جيب الكيبورد، كيبورد سريع جدا ما فيهاش ديلي، والقلم كويس جدا جدا. كنت اتمنى ان القلم يكون ليه مكان في التابلت عشان انا لو اشتريت القلم لوحده اقدر ان انا احطه في اي حته، ولكن ده ما حصلش. من ضمن الحاجات اللي عجبتني جدا جدا برضو في التابلت ده هو السوفت وير، فاحنا بنتعامل هنا مع الجيل الثاني من هارموني او اس، واللي الصراحه اثبت وجوده جدا بالذات في التابلتس، عاملين سوفت وير مختلف تماما عن الموبايلات في التابلت، سوفت وير للتابلت تماما. فمثلا عندنا حاجه اسمها المالتي ويندو فيو، يعني انت ممكن تفتح ويندوز صغيره جدا زي الويندوز زي الكمبيوتر عادي جدا، وتفتح كذا برنامج في الشاشه الكبيره وتستخدمهم طبعا لو انت معاك القلم لو انت معاك الكيبورد، والسوفت وير نفسه مليان فيتشرز كتير جدا ممكن اعمل لها فيديو منفصل، السوفت وير ده كويس جدا جدا. كمان التابلت ده بيدعم السوبر ديفايس، واللي مش عارف يعني ايه سوبر ديفايس هسيب لك الفيديو بتاعها في الاي اللي فوق دي، ولكن باختصار ان انت ممكن توصل التابلت ده باللابتوب الهواوي بتاعك بموبايل الهواوي بتاعك اللي بيدعمه السوبر ديفايس، وتوصلهم الثلاث اجهزه مع بعض ويعملوا جهاز
جهاز واحد اسمه سوبر ديفايس، يعني التابلت ده هتستفيد اقصى استفادة لما يكون معاك اجهزة هواوي التانية من حيث الايكو سيستم بتاع هواوي. اما بطارية اللابتوب ده بتيجي بساعة 7250 ملي امبير، بطارية كويسة جدا، بتقعد معايا تقريبا 7-8 ساعات سكرين اون تايم. الشحن برضو بيشحن هنا من خلال اليو اس بي سي، شحن 22 واط ونص تقريبا، بيشحن من 0% في ساعتين او ساعتين وربع في الحدود دي. طبعا التابلت فيه كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بكسل وكاميرا امامية بدقة 8 ميجا بكسل تقريبا، يعني مش بتعتمد عليهم قوي غير على الفيديو كولز والصور السريعة، عادة التابلت مش بيجي فيها كاميرات رهيبة قوي يعني. طيب التابلت ده لمين؟ تابلت كويس جدا جدا للي مش عايز يشتري لابتوب او معهوش فلوس يشتري لابتوب مثلا، حتى لو كان رخيص اللابتوبات دلوقتي بقت غالية جدا، يشتري التابلت ده مع الكيبورد والقلم وهيغني لحد ما عن اللابتوب. لو انت في مدرسة في جامعة بتحتاج التابلت عموما في اي شيء، التابلت ده كويس جدا على سعره خصوصا بعد غلاء الاسعار اللي احنا فيه ده. وقبل ما اقفل الفيديو حابب اذكر الجهاز ده اللي هو النوفا 9 اس اي من هواوي برضو. الجهاز ده انا بجربه بقالي فترة وكنت عايز اذكره كده معاكم بشكل سريع. موبايل اللي عجبني فيه جدا الحواف الشاشة بتاعته، الشاشة بتاعته تكاد تكون بدون حواف او منعدمة الحواف تماما. الشاشة عليها بحجم 6.8 بوصة، شاشة كبيرة قوي بدقة فول اتش دي بلس وبتردد 90 هرتز. الموبايل كمان كاميرته الرئيسية بتيجي بدقة 108 ميجا بكسل، حاجة كويسة قوي. والتصميم بتاعه شبه النوفا 9 شويه كده بتصميم الكاميرات المختلف اللي ليها بروز كبير جدا جدا، طبعا بيختفي لما بتحط عليه جراب. وعموما الديزاين الموبايل شيك قوي، انا عاجبني ديزاين الموبايل. الحاجات اللي ما عجبتنيش في الموبايل وهي المعالج، مثلا سناب دراجون 680 معالج متوسط شويه بالنسبه لسعر الجهاز، سعر الجهاز 7500 جنيه تقريبا. وكمان البطاريه، بطاريه 4000 ملي امبير، يعني مش هتكمل اليوم بشكل كافي قوي. ولكن عندنا الحاجة الحلوة جدا الشحن السريع 66 واط، بيشحن الموبايل ده من 0-75% في 20 دقيقة بس، شحن سريع جدا جدا يغنيك عن البطارية لو معاك الشحن الاصلي في المكان اللي انت فيه. وبس كده، دي كانت حاجة سريعة قوي على النوفا 9 اس اي، بذكر فيها بس مميزاته والحاجات اللي انا شفتها فيه. فقولوا لي رايكم، ايه رايكم في الموبايل ده وسعره وامكانياته، والاهم عندنا ايه رايكم في التابلت ميت باد 2022؟ صراحه عجبني جدا جدا، وغالبا ان انا هفضل استخدمه لمشاهده الفيديوهات والافلام والحاجات دي، خصوصا القلم اللي معايا والكيبورد اللي معايا. بس كده، دي كانت كل حاجه عن فيديو النهارده. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، مستنيه. وما تنساش لعاقل الفيديو ده تدوس لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بنزله. وبس كده، كان معكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.